اكس المنتجه لفيلم المكيده، وعايزين ناخد فكره عامه عن اي سي فليكس وعن الفيلم المكيده. اي سي فليكس دي بقى لازم تعرفوها دلوقتي، فمش هتكلم كتير على اي سي فليكس اللي هي اول اونلاين بلاتفورم في الميدل ايست ونورث افريكا وبيست بمصر، اللي بتعرض مسلسلات وافلام جديد وقديم، وفي ثلاثة جانرز اللي هو العربي، جازوود، بوليوود وهوليوود. المكيدة المحاولة الأولى لآي سي فليكس، والحمد لله أنا شفت النتيجة وتابعتها أول بأول، وشفت how actually you make stars. إحنا حصل لنا الشرف إن تعاملنا مع تيم حيكون بنظري أنا بإذن الله the stars of the future، نجوم المستقبل. وده بتكلم على كل المراحل، يعني من الإخراج، إنتاج، ضوء، صورة، صوت، ممثلين. فالحمد لله هتشوفوا الفيلم دلوقتي وهتاخدوا فكرة عن اللي احنا بنعمله. كنت عايز اسأل حضرتك، ما كانش فيه صعوبة شوية ان اول نزول فيلم من انتاج اي سي فليكس انه يكون ساسبينس يعني؟ لا، لانه اقول لك نحن بال 12 فيلم اللي هنعملهم دلوقتي هنعمل كل الامكانيات اللي نقدر نحن نظهرها، بين ساسبينس، بين تاريخي، بين كوميدي، بين اجتماعي، بين دراما. نبذ عن الفيلم ان احنا بنفكر فكر شبابي جدا، ان احنا بنعمل نجوم من الشباب، بالتصوير، من الاخراج، من النصوص. المؤلفة معنا اسمها شروق عبد الرحمن، ومخرج اسمه احمد حسن، ابطال شباب مصطفى منصور، مصطفى عبد السلام، نوى اسماعيل، عاملين شغل كويس جدا جدا. ودي طموحاتنا ان احنا في الفترة اللي جاية ان احنا ننتج كم من الافلام. احنا فعلا بنصور فيلمين تانيين دلوقتي، ده خلص، الاثنين التانيين تحت التصوير دلوقتي، متجهين ان احنا بنقول ان احنا مليانين، زي ما انت عارف مصر مليانه نجوم ومليانه مواهب كتير قوي، واحنا بنحاول نوفر ده وبنحاول نطلع الطاقات دي كلها. مش هنعتمد على ان مثلا مصر فيها 90 مليون نسمه، كل اللي نملكه 10 نجوم كوره و10 نجوم فن. فان شاء الله على مدى سنه اللي جايه هتشوفوا حاجات كتير قوي قوي من الافكار دي باذن الله. ريسك في الموضوع دوت، يعني حكايه الخساره في انك تدخل الفيلم كله شباب؟ طبعا انا عايز ابعد عن كلمه ريسك، لان لو انا عملت فيلم تكلفته 10 مليون جنيه في ريسك، لو عملت فيلم تكلفته 100,000 جنيه في ريسك. هو التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس احنا بنبذل كل الادوات او كل الحاجات اللي او كل مجهودنا ان احنا نطلع فيلم كويس جدا جدا جدا، والباقي طبعا التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. نهى اسماعيل، بنبارك لك على فيلم المكيده، وعايزينك تقول لنا عن نبذه عن دورك ايه. الله يبارك فيك، ميرسي قوي. هو الدور زي ما احنا شفناه كده، دور غامض جدا، صعب قوي، مركب قوي. يعني استاذ احمد حسن تعب معايا كتير جدا علشان نقدر نوصل بالشخصيه للشكل ده من بره ومن جوه، فالحمد لله الحمد لله يعني يا رب. المخرج احمد حسن، بنرحب بيك وبنقول لك الف مبروك على فيلم المكيده، اول انتاج لاي سي فليكس. عايزين نعرف نبذه مختصره عن الفيلم. انا بشكر شركه اي سي فليكس جدا ان هي غمرت وادتني الفرصه دي، ان هو بصراحه بيجازفوا بيا، واول مره بخرج فيلم، هم وقفوا في ظهري كويس جدا بصراحه. يعني شركه المكيده اول مره وان شوت ثلاثه يعني، فربنا يكرم ان شاء الله وابقى عليها في حسن ظنهم باذن الله، يعني في حسن ظن الناس كلها باذن الله. الفيلم عبارة عن قصة سسبنس ريميتات تحصل في وان لوكيشن. التحدي اللي بيني وبين كل الناس ان الفيلم بيتعمل في فيلا واحدة، ما بطلعش براها. يا رب ما يبقاش فيه ملل للناس. بقدم ممثلين، في ناس اول مرة تقف قدام الكاميرا، في ناس طبعا ليها خبرة كتيرة جدا. ربنا يكرمهم يا رب ويكرمنا، ويعني ونقدر نعمل حاجة تليق بمستوى الناس وفكر الناس. وأنا بحب يعني كويس أوي أقول أدي كل واحد حقه بصراحة. أنا من غير كل الكرو اللي ورا الكاميرا اللي قدام الكاميرا اللي وقفوا معايا، مدير التصوير، شركة الإنتاج، المنتج الفني، مديرين الإنتاج، مساعدين الإخراج فوق راسي من فوق واحد واحد فيهم، أنا من غيرهم ما أسواش أي حاجة، ولا من غير الممثلين، ولا من غير أي حد، سواء طالع ولا أي إكسبور ولا أي حد. كريم عبد الخالق، كنا عايزين نعرف فكرة عن دورك في فيلم.
دوري في الفيلم انا طالع بشخصيه كريم، هو شخصيه سيكوباتيه شويه، المفروض ان هي الفيلم كله بيدور حوالين احداث قتل وكده، سسبنس يعني، الموضوع كله سسبنس، وربنا يسهل ان شاء الله ويعجب الناس باذن الله. استاذ عبد الرحيم حسن، بنرحب بحضرتك، نتعرف على دور حضرتك ايه؟ هو الدور زي ما انت شفتهم رجل كبير في السن، حصل حادثة فما داش مش ليس ذه القدرة على ممارسة حياته الزوجية بشكل فعال قدام المجتمع، علشان يغطي أو يداري هذا العيب تزوج بفتاة جميلة وصغيرة اللي هي الممرضة معاه اللي تعرف عليها في المستشفى، لكن طوال الوقت إحساسه بالعجز فكان بيديها أكتر من مطالبها وأكتر من مطالبها، لحد ما جه الوقت اتخلصوا منه بشكل أو بآخر علشان ترسه. الدور في حد ذاته عجبني، الموضوع عجبني، تجربة المخرج لأول مرة، هو حبيبي يعني، وأنا شايف فيه من زمان من لما كان مساعد المخرج كويس، فدي في الحقيقة ما قدرتش أتردد إن أنا أقف جنب موضوع كويس ومخرج كويس. أنا شايف إنه كويس مع مجموعة ممثلين لسه لأول مرة بيشتغلوا، لكن كتجربة أنا شايف إنها الحمد لله ناجحة. مصطفى عبد السلام، بنبارك لك على فيلم المكيدة وعلى دور البطولة تقريبا، وهي بطولة جماعية بس يعني كان دورك الأكبر يعني، بنبارك لك على الفيلم، وعايزين نعرف إيه ملامح دورك. أنا عندي إعجاب خاص بالعرض الخاص يعني. الفيلم يعني والله العظيم بمنتهى البساطة هو بسطني. الله يبارك فيك. الفرصة كانت حلوة طبعا. فكرة آيس فليكس أصلا فكرة لطيفة، ان هي بتعمل افكار جديده، كل العناصر شباب، المخرج شاب، المؤلف شاب، الممثلين حتى شباب، فكره لطيفه ان هي بتدي فرص لناس موهوبه ممكن ما كانتش خدت فرص كويسه انها تبان، بتديهم الفرصه دي. انا بقى بالنسبه لي الفكره عجبتني جدا، موضوع الفيلم لطيف جدا، الممثلين كلهم لطاف جدا، بس كان موضوع فكره الضابط دي هي اللي مخوفاني شويه، ان الضابط اتعمل كتير جدا، فمهما ذاكرت مهما عملت له تفاصيل فهتبقى مكرره، ما عملتش حاجه، ما فيهوش حاجه جديده. قعدت احاول ان انا افكر فيه شويه، قعدت انا واحمد حسن المخرج قعدنا نحاول نشوف له شكل كده، نحاول نخليه مش انا يعني، يكون بني ادم تاني، مش لازم يبقى فيه تفاصيل كتير بس يكون مش مصطفى يعني. عايز اقول لهم مبروك، ومحاوله جيده جدا جدا، وده تدعيم لصناعه السينما، وكويس ان في عندنا مصدر بيهتم بالسينما المصريه ورعايه النجوم الشباب او الطاقات الشابه الجديده اللي هيبقوا نجوم ان شاء الله. وانا عارف ان هم دلوقتي عملوا المكيده، وفي ده تاني فيلم، وفي ثلاث افلام تانيين بيجهزوا، وبقول له مبروك طبعا، بقول للشركه مبروك، ودي حاجة جميلة ان الواحد يبقى شايف ان في حد مهتم